نتكلم عن مدينة الرباط، مدينة الرباط لها تميز خاص ولها محبة خاصة لكوننا إذا كنا نحن نعتز بوطنيتنا ونعتبر أن المغرب هو المغرب الكبير، ولكن عاصمة جلالة الملك ينبغي أن تحظى بالتمييز، بالتمييز لكونها العاصمة الثقافية والفكرية والإدارية من جهة، ولكون كذلك نحن نعلم أنه العديد من الهيئات الدبلوماسية والعديد من الجنسيات هي موجودة في مدينة الرباط وتشهد على التحول الذي يعرفه مدينة الرباط. إذن مدينة الرباط تعرف العديد من الخصائص، من الخصائص الذي كنا نتمنى أن تتولى تدبيره المجالس في العقدين الأخيرين في 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 العشر سنوات الأخيرة، ولكن للأسف هناك تراجع حتى على الخدمات السابقة. ونعتز كثيرا، نعتز كثيرا أنه بفضل تدخل جلالة الملك من أجل مدينة الأنوار، هذا التدخل الذي فعلا حقق إنجازات وحقق مشاريع ضخمة في مدينة الرباط، سواء في البنيات التحتية أو في المشاريع الاستثمارية أو في المشاريع الخدماتية باعتبار الرباط مدينة خدماتية. إذن هذا المجهود كنا نتمنى أن المجالس أن تواكب المجهود الذي قام به جلالة الملك، ولكن الجماعات والمنتخبون للأسف، وقد شاهد الجميع النقاش الصبياني الطائش الانفعالي الذي ساد العديد من الدورات لمجلس مدينة الرباط، وهذا مسجل وشاهده الجميع في جميع الدورات وفي الفضاءات وسائل التواصل الاجتماعي. إذن نحن اليوم مدينة الرباط، وعندما نتكلم عن مدينة الرباط نتكلم عن تدبير لمرحلة معينة يشهد في